أما بعد، فإن الإجازة في الحديث هي أحد وجوه التحمل والأداء في السنة النبوية، وكانت هي الطريق الأوحد في تخريج العلماء، ولم تكن هناك لا مدارس ولا معاهد ولا كليات ولا إجازة عالية ولا لسانس ولا ماجستير ولا دكتوراه، وإنما كانت الإجازة فقط. يجيز الشيخ طلابه في بعض الكتب، وبالتالي يجاز لتبليغها لغيره. كان هذا هو الطريق الأوحد والأمثل لتبليغ الحديث. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. حتى قال سفيان: ما من أهل الحديث أحد إلا وفي وجهه نظرة بفضل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوته لا ترد. نضر الله امرأ سمع مقالتي. ومن هنا كانت أهمية الإجازة في تلقيها عن الرسول وتلقي الصحابة عنهم وتلقي التابعين عن الصحابة وتلقي أتباع التابعين عن التابعين، وهلم جرى إلى أن يأخذها شيوخهم عن شيوخهم إلى أن تصل إلينا الآن. فهي وصلت إلينا بأن تلقيناها عن شيوخنا الذين تلقوا عن شيوخهم الذين تلقوا عن أتباع التابعين الذين تلقوا عن التابعين عن الصحابة عن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. قالوا: إن ميزة الإجازة أمران. الأمر الأول أن فيها تثبت، لأن المجاز يتلقى من المجيز الحديث بنفسه وبسماعه. والميزة الثانية أن الذي خرج من الفم الشريف، فم سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وانتقل إلى الصحابة ثم إلى من بعدهم إلى أن وصل إلينا، هذا معناه أن فيه صحبة معنوية. حتى قالوا: إن لم نقابل الرسول مشافهة فقد تلقينا أنفاسه الشريف، فهو معنا ونحن معه. حتى قالوا: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه. هذه كلمة موجزة عن فضل الإجازة وعن أهميتها.
وأما الكتاب الذي سنبدأ به وهو أيسر الكتب، كتاب الأربعين النووية، الإمام النووي جمع أحاديث كثيرة وكان موفقا في جمعها في اختيار موضوعاتها وفي اختيار عناوينها وموضوعاتها، وكان هذا الاختيار موفقا أيضا بأن تلقته الأمة بالقبول وذاع وشاع وانتشر في العالم. ما انتشر كتاب كما انتشر مثل هذا الكتاب. لماذا؟ لسبب أصيل واحد، هو إخلاص نية جامعه، إخلاص الإمام النووي، لأن الإمام النووي كان على جانب كبير من العلم والعمل، جمع بين العلم والعمل وبين الولاية، فمن أجل ذلك كان عمله مصونا ومحفوظا. وأول حديث من الأحاديث التي جمعها هو حديث الأعمال بالنيات عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر منه. روي هذا الحديث وإمام المحدثين أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله الإمام البخاري، وهو من هو في رسوخ قدمه في هذا المضمار. والحديث يبدأ بكلمة إنما، وإنما مكونة من جزئين: إن وما. إن حرف توكيد ونصب، وقالوا كفت عن العمل لما دخلت عليها ما، لأن إن تنصب الاسم وترفع الخبر، دخلت عليها ما أصبح ما بعدها مبتدأ وخبر. الأعمال بالنية قالوا عنها مجملة: إنما كافة ومكفوفة. كافة يعني ما كفتها عن عملها، وهو نصب الاسم ورفع الخبر، وهي مكفوفة عن عملها، نصب الاسم ورفع الخبر. أما علماء البلاغة قالوا إنما من أدوات الحصر والقصر، إنما الله إله واحد، حصر وقصر. إنما الأعمال بالنيات محصورة في النية. هذا عن كلمة إنما. الأعمال منها ما هي أعمال صالحة، ومنها ما هي أعمال معصية، ومنها ما هي أعمال مباحة. أعمال الطاعة تحتاج إلى النية في أنها
تميزها، تميز بين الفرض والنفل. أصلي صلاة، هل هي فرض أم نفل؟ النية تميزها، وتميز نوعها، هل هي صلاة نفل مطلق أو أصلي ركعتين سنة الحاجة أو أصلي ركعتين. يوم تميز النية هذه الصلاة. الأعمال إذا كانت صالحة، أما إذا كانت أعمال معصية فهذه معروف أنها داخلة في الآثام والمعاصي. أما المباحة فقد تحولها النية إلى طاعة. إنسان يلعب رياضة، يتمرس على الرمي والسباحة ليتقوى للجهاد في سبيل الله، يبقى عمل طاعة، رغم أن الأكل والشرب والرياضة من المباحات وليس من الطاعات، لكن تتحول إلى طاعة بنيته. يبقى النية ميزت الطاعة عن المعصية عن المباح. إنما الأعمال بالنيات. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الأعمال لا تكون صحيحة إلا بالنية. يعني النية تجعلنا نقول هذه الأعمال صحيحة أو هذه الأعمال غير صحيحة. وإنما الأعمال بالنيات. معناها إيه؟ معناها إنما صحة الأعمال بالنية. وإذا قلنا صحة الأعمال بالنيات تكون النية حينئذ فرضا وواجبة، لكن قد نقول إنما كمال الأعمال بالنية وليس صحة الأعمال، يعني تكون كاملة بنية صحيحة. فالنية ليست فرضا. إذن إنما الأعمال بالنيات فرض، بمعنى لا تصح إلا بالنية، أو ليس فرضا، إنما كمال الأعمال بالنية. ما هي النية؟ النية لغة القصد، وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله فإن تراخى عنه سمي عزما. أي قصد تقصده يسمى نية لغة. وشرعا ليس القصد فقط، بل قصد الشيء مقترن بالفعل، فإن تراخى عنه لا يسمى نية. يعني وقفت لأصلي الظهر، أقول فعلا أصلي الظهر 4 ركعات، الله أكبر، هذه نية.
لأنني قصدت واقترن ذلك بالفعل. قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن تراخى عنه سمي عزما. نويت، عزمت، قصدت أن أصلي، لك الدم يقترن بالفعل يسمى عزما. إنما الأعمال بالنيات، معناها إنما صحة العمل أو إنما كمال العمل. وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هي تكرار للعبارة الأولى؟ لا. ما لي الأولى معناها إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال أو كمال الأعمال بالنيات. والثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، معناها لكل إنسان ثواب ما نوى وجزاء ما نوى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه معنى وإنما لكل امرئ ما نوى. هاتان قاعدتان عامتان، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بدأ يفرع على هاتين القاعدتين، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. من كانت هجرته، الهجرة معناها الترك، وفي الشرع ترك مكان المعصية إلى الطاعة إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. طيب احنا عندنا فعل شرط وجواب، من كانت هجرته إلى الله ورسوله ده فعل شرط، جوابه ايه؟ قال لك فهجرته إلى الله ورسوله. اقترن بالفاء لأنها جملة اسمية، والجملة الاسمية من الجمل التي يجب اقترانها بالفاء، اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيس، فدي جملة اسمية. فلذلك قال فهجرته إلى الله ورسوله. طيب من كانت هجرته إلى الله ورسوله جوابها فهجرته إلى الله ورسوله، أليس المفروض أن يكون الجواب مكافأة وجزاء على الشر؟ حتى نحن نقول فعل الشر وجزاء الشر. من زرع حصد، الحصد جزاء، من ذاكر نجح جزاء. لكن لا أقول من زرع زرع، بل من زرع حصد. فلماذا قال فمن كانت هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله؟ قال لك معناها فهجرته إلى الله ورسوله مقبولة، هذا هو التقدير، على تقدير فهجرته إلى الله ورسوله مقبولة. أو تأويل ثاني، فهجرته إلى الله ورسوله كفاية، لا شيء أعظم ولا أكبر ولا أسمى من أن تكون لله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. الثاني بقى، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، لم يقل كما قال في فعل الشرط الأول من كانت هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله، كرر فعل الشرط، لا، قال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، بل خلف هجرته إلى ما هجر إليه.
فرق بين الهجرة لله ورسوله والهجرة للدنيا ومن أجل النساء. هناك فرق. ففي الأولى صرح بأنها لله ورسوله لأنها أسمى أمانيه، وفي الثانية لم يصرح وقال هجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث فيه بعض أحكام. الحكم الأول فرضية النية، والحكم الثاني الإخلاص في العمل، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وعلى حسب نية صاحبه، وأن الذي يكون عمله خالصا لله لا يضيع هجرته لله ورسوله، والذي يكون لغير ذلك فهو لما قصد. والحديث في جملته يدعو إلى الإخلاص في العمل وإلى صدق النية وإلى أن يحرص الإنسان في عبادته على تقوى الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان، عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وأضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبست مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينا. هذا الحديث الثاني في الواقع كما قال الرسول يشمل أمور الدين وتعليم أمور الدين من الإسلام والإيمان والإحسان. والساعة وعلاماتها، وسيدنا جبريل عليه السلام كان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر. ممكن استأذن للصلاة على الدكتورة عبلة عليها رحمة الله، إن شاء الله بعد المحاضرة نصلي عليها صلاة الغائب أو بعد الحديث ده نعمل فاصل ونصلي عليه. نعم.
كان سيدنا جبريل ينزل أحيانا في صورة رجل آدمي وسيم جميل اسمه دحية الكلب، وأحيانا ينزل بصورته الملائكية بأجنحته مهيب، لدرجة أن أول مرة نزل على الرسول في غار حراء الرسول جاء روح يرتعد يقول زملوني زملوني. فالمرة دي نزل في صورة رجل غريب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى علي أثر السفر ولا أعرفه منه، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجلس المتعلم، وضع ركبتيه إلى ركبتيه ويديه على فخذيه وأخذ يسأل والرسول يجيب. كان السؤال الأول أخبرني عن الإسلام، فأخبره أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قالوا فعجبنا، يسأله ويصدقه، المفروض أن الذي يسأل لا يكون عارفا، وإذا تلقى الجواب يتلقاه تلقي المحتاج إليه، لكن هذا يقول صدق، فمعنى هذا أنه كان يعلم الإجابة. ثم قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أخبرني عن الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأله عن الساعة، وهنا وضح إلى حد كبير أنه ملك. قال ما المسؤول عنها بعالم من السماء؟ المسؤول عنها وهو الرسول ليس بأعلم من السائل وهو جبريل لأنه ملك. قال له فأخبرني عن أمارته. الساعة لها علامات. قال أن تلد الأمة ربتها وأن يتطاول رعاة الإبل الأم، إلى آخر هذه العلامات التي تظهر في آخر الزمان. ولما مكث مليا طويلا وقال لهم أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعني كانت هذه الأسئلة من أجل أن يعلم المسلمين الأمور الأصلية في هذا الدين، وهي الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وعلامات الساعة. فكان مجيء جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة موضحا للمسلمين أهمية هذه الأمور وهذه المراتب، كما قال الإمام النووي رحمه الله جامع هذه الحديث، وضع عنوانا لهذا الحديث قال فيه الحديث الثاني مراتب الدين، سماها مراتب الدين، وهي الإسلام، يرقى الإنسان بإسلامه
فيصل إلى الإيمان، يرقى بالإيمان فيصل إلى الإحسان، ثم معرفة القيامة وعلامات الساعة. أما الحديث الثالث فيبين أركان الإسلام عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث عنون له بكلمة أركان الإسلام، ولم يقل هذا هو الإسلام كله، ولكن الأركان التي يقوم عليها الإسلام، فبين له الشهادتين: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الركن الأهم والأساس الذي لا يقبل أي عمل بدونه. ولذلك لما بعث معاذ إلى أهل اليمن قال: ادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أمواله، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالشاهد قال له: فإنهم أطاعوا لذلك، يعني للشهادة، فالشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة هي الأساس ينبني عليها باقي الأعمال، ثم إقام الصلاة يدخل في الأعمال والعبادات، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، من أقامها فقد أقام الدين ومن أدمها فقد أدم الدين. وإيتاء الزكاة، لأن العبادة إما عبادة بدنية كالصلاة وإما مالية كالزكاة، وإما عبادة فعل كالصلاة والزكاة، وإما عبادة ترك كالصيام، لأننا نترك الطعام والشراب وتقيم الصلاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الحج يجمع جميع أنواع العبادات: الترك والفعل والقول والعمل، والعبادة البدنية والعبادة المالية. هذا الحديث له روايتان: رواية بتقديم الحج كالرواية التي معنا، ورواية أخرى بتقديم الصوم، والروايتان صحيحتان، لأن هذا على حسب ما روى الرواة وما سمعوا. فهذا الحديث يبين لنا أركان الإسلام الخمسة، وهي التي تقوم عليها أعمالنا وطاعاتنا وعباداتنا، فهو يبين أركان الإسلام الخمسة. أما الحديث الرابع فعن مراحل خلق الإنسان، خلق الإنسان وتقدير رزقه وأجله وعمله. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. اشمعنى هنا قال وهو الصادق المصدوق وفي الأحاديث الأخرى لم يقل ذلك؟ قال لك لأن هذا إخبار عن أمر غيبي لا يعلمه أحد، فإخبار الرسول به إخبار الصادق فيما قال، المصدوق فيما حدث، فأراد أن يؤكد ذلك فقال وهو الصادق المصدوق. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، يعني 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. المراحل التي يمر بها خلق الإنسان حين يكون نطفة في الرحم في بطن أمه يمكث 40 يوما، ثم بعد ذلك 40 يوما علقة، ثم بعد ذلك 40 يوما مضغة، فالمجموع 120، يعني 4 شهور. بعد 4 شهور تدب فيه الروح، ولذلك حرم العلماء الإجهاض بعد بلوغ 4 أشهر، وإذا كانت هناك من ضرورة قبل ذلك فهذا شيء آخر. ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه مكتوب وهو في بطن أمه، وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كل ذلك والإنسان في بطن أمه. إلا أنه يقول ويقسم، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا معناه أن الأعمال بخواتيمها. قد يكون الإنسان على جانب من الصلاح وتكون الخاتمة بخلاف ذلك، وقد يكون على جانب من غير الصلاح وتكون الخاتمة على خلاف ذلك، فنسأل الله تعالى حسن الخاتمة. حديث الخامس، إنكار البدع المذمومة عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في الواقع هذا الحديث يبين المراد منه حديث آخر، وهو بلفظ
من أحدث في ديننا، من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو، وإلا نحن بنحدث في أمرنا العادي. الميكروفون ما كانش موجود أيام الرسول، التلاجة، الغسالة، السيارة، الطيارة، كل هذه أمور استحدثت ولم تكن موجودة بس في أمور الدنيا. لكن المراد بأمرنا هنا في الحديث يعني من أحدث في ديننا عبادة لم تشرع من قبل الله، هذه هي البدعة. بعض الناس يقول لك اللي بيصلوا على النبي بعد الصلاة دي بدعة، ليه؟ هم جابوا عبادة من عندهم، اخترعوا عبادة، ده ربنا أمر بها وقال صلوا عليه وسلموا تسليما. ما دام جاء الأمر بها ومشروعة ما تكونش بدعة، إنما البدعة تكون هي أمر مخترع في الدين، أمر مخترع في الدين نفسه، بيغير في الدين أمر شرعه الله سبحانه وتعالى. فهو رد يعني مردود، لا نعبد الله ببدعة من البدع. فهذا الحديث ينفي البدع التي يبتدعها بعض الناس. من أحدث في أمرنا أو في ديننا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود وغير مقبول. نلاحظ أن هذه الأحاديث رغم وجازتها واختصارها أن فيها جمالا وأن فيها رحمة وأن فيها يسرا، فاختارها الإمام النووي لما لها من أثر في نفوس العباد وفي راحتهم النفسية وفي العمل بها. وكنا اتفقنا أن الأربعين أنا أخذهم في خمس جلسات، ثمان جلسات كنا نأخذهم في خمس جلسات، ثمان جلسات، ثمانية، خمسة في ثمانية بأربعين. فإن شاء الله احنا أخذنا النهاردة خمس أحاديث وكل جلسة نأخذ خمس أحاديث، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركة هذه الأحاديث. وإني أجيزكم بهذه الأحاديث التي استمعتم إليها فقولوا قبلنا، أجزتكم بها وأجزتكم بروايتها عنا إلى غيركم. ونسأل الله أن ينفعنا بحديث سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم.